السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رجعنا ارض الوطن ورجعنا للبرد الشديد. تمام، هسافر تاني لان جايب لكم خبر دلوقتي حصري وخبر مهم جدا جدا، وهحط لك نص القانون في الجريده الرسميه حالا في الكومنتات. بس اللي يدخل كده اعمل شير وعرف الناس، علشان اللي ملحقش واللي مسجلش يسجل، لان ستيل على رغم تذبذب سعر العمله وعلى رغم الكلام ده كله، واحسب الحسبة اللي تعجبك. فاكر العربيات اللي جبتها لك في السفرية اللي انا لسه راجع منها من السوق الحرة في الامارات في دبي؟ العربيات دي ستيل ارخص من مصر 200 و300 الف جنيه، وخد بالك هيفضل الفرق ده موجود حتى لو العملة ارتفعت، وحتى لو حصل اي تذبذب في الاسواق، لان هناك عندهم اسعار العربيات ثابتة واسعارها حلوة زي ما وريت. لو رحت سوق كويس في الخليج ولو جبت منه اسعار كويسة، هتلاقي نفسك كسبان كسبان، وفي فرق كبير جدا. وبتقولك والعربيات اقتصادية، مبادرة المغتربين اتمدت 3 شهور، تبدأ من يوم 29/1 بعد بكرة اعتقد، انا مش عارف التاريخ والله، فقدت التواريخ من كنت ما قعدت هناك. تمام، هتبدأ من يوم 29/1 حتى نهاية شهر ابريل. تم المد رسميا مرة اخرى 3 شهور، هذه هي اخر فرصة على الكل ان يستغلها. اللي معهوش مبادره او وانت بتتفرج كده اعمل لايك واعمل شير، لان ده خبر مهم جدا، خبر مهم جدا وحصري رسمي. وشكر خاص لوكيل لجنه الخطه والموازنه النائب مصطفى سالم، يعني اول من ارسل لي القرار كنت بدردش معاه من شويه، والمحترم ارسل لي القرار بالجريده الرسميه، وتم مد المبادره 3 شهور اخرى. خبر ممتاز 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 لكل من يبحث عن سيارة اقتصادية او سيارة حتى متوسطة. انا وريتكم الاسعار في الامارات، وان شاء الله اجهز وارتب واسافر تاني عشان اجيب لكم عربيات تاني اكتر واجدد والطف واسعار احسن. والمبادرة تم مدها مرة اخرى، هحط لك الخبر ولينك الخبر في الجريدة الرسمية، والعمل بالمبادرة شغال لحد نهاية شهر 4، يعني بعد رمضان وبعد عيد الفطر تنتهي المبادرة تماما، لكن لسه ممتدة 3 شهور آخرين. هحاول أجيب لكم عروض تانية بالخليج، وهحاول أتفاوض مع توكيلات أكتر في الخليج، وهروح تاني الأسواق الحرة في دبي إن شاء الله، وهسافر تاني علشان أجيب لكم عربيات أكتر وتنوع أكتر، وعلشان موديلات 2024 البنزين والكهرباء، ونجيب لكم عروض أفضل. وهتلاقيني هحط لك الخبر في الجريدة رسمية حصري، ويعني ونطمن الناس يعني الحمد لله اول ما رجعت مصر جات لنا بشره حلوه، وانا كنت اتمنى انها تتمد تاني عشان اكبر عدد يقدر يستفيد، والحمد لله اتمدت تاني. فاعمل شير للكلام ده، لان الكلام ده مهم جدا وفرصه مهمه جدا جدا جدا. شكرا، وكان معاكم محمود خيري، والخبر الحلو اتمدت مبادره المغتربين 3 شهور كمان.